بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد ذاعت شهرة الإمام البخاري في الآفاق، وصار الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث الشريف، وترقبه طلاب العلم لينهلوا من غزير علمه. يعني منذ لحظة أنه بيعرف طلاب الحديث الشريف في أي بلد بوصول الإمام البخاري إليها بيتهافتون عليه، بل كان ينادى في البلد اللي بيصل إليها الإمام البخاري بوجوده، يتقال إنه موجود ليقصده طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحديث وللرواية. ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة وقال: قال غنجار في تاريخه. غنجار ده مؤرخ وهو صاحب كتاب تاريخ بخارى، بخارى اللي هي البلد اللي اتولد فيها ونشأ فيها الإمام البخاري. فغنجار صاحب تاريخ بخارى هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بغنجار. ذكر بيحكي قصة في كتابه تاريخ بخارى، وبيقول أو ذكر ما سمعه مسندا إلى يوسف ابن موسى المروزي، يقول: كنت بجامع البصرة إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا، قام أهل العلم طلبة الحديث كلهم قاموا في طلبه، وهو بيقول: وكنت فيهم فرأيت رجلا ليس في لحيته بياض، يعني عايز يقول إنه شاب حديث السن، وكان بيصلي خلف الاسطوانة. وبعدين بيحكي بيقول: فلما فرغ، أي فرغ من صلاته، بدأ طلاب العلم من كتر انبهارهم الشديد بالإمام البخاري لصغر سنه وغزارة علمه، فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء. مجلس الإملاء ده اللي طلبة العلم أو طلبة علم الحديث سألوا الإمام البخاري إنه يعقد لهم هذا المجلس اللي بيسمى مجلس الإملاء. يعني ده كان بيقرأ الشيخ المحدث اللي بيعلم حديث رسول الله أو بيروي حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقرأ الشيخ المحدث من كتابه أو من حفظه، بيقرأ عليهم الحديث سواء من كتابه اللي مدون فيه الحديث أو من حفظه، وبيملي على طلابه الحديث الشريف. وده كان من أوجه عناية أو طريقة من الطرق اللي اعتنى بها العلماء بالسنة النبوية المطهرة، عقد مجالس للإملاء، وده عشان يضبطها طلبة الحديث ضبطها في الكتب بالإضافة إلى ضبطها في محفوظهم في الصدور. وكانت مجالس العلماء للإملاء دي مشهورة جدا ومعروفة جدا عندهم، وحتى بسبب كده نشأ يعني بناء على ذلك مصنفات حديثية جديدة خدت التسمية من معنى مجالس الإملاء. أم لا يملي، فجات كتب الأمالي، تناول الحقيقة العلماء ذلك في مؤلفاتهم، ووضعوا حتى لعملية الإملاء، لإملاء أو آداب الإملاء عموما، حطوا مجموعة من الآداب بتتعلق بالمملي وبالمملى عليه وطريقة تحرير الإملاء وضبط الكتابة عشان ينضبط الكتاب من التحريف أو من التصحيف. يبقى ده كانت مجالس الإملاء اللي طلبت الحديث الشريف سألوا الإمام البخاري أول ما عرفوا إن وصل البصرة، وتم النداء عليه في جامع البصرة إنه وصل، إنه تهافت عليه طلاب العلم وبالذات علوم الحديث الشريف، وطلبوا منه إنه يقعد وإنه يعمل لهم مجلس الإملاء.
نعود إلى ما يرويه لنا يوسف ابن موسى المروزي إن طلاب العلم لما علموا بقدوم البخاري للبصرة زي ما ذكرنا اندفعوا إلى الإمام البخاري يطلبون من البخاري أن يعقد مجلس الإملاء. ده بيصور قبل ما نكمل هذه القصة اللطيفة اللي بتعكس مدى اجتماع أكثر أهل العلم على انضباط الإمام البخاري في منهجه العلمي، وإن طلبة العلم كانوا بيتهافتوا عليه لشهرته في ذلك. وهم لما راحوا للإمام البخاري وطلبوا منه أن يعقد مجلس الإملاء الخاص بالحديث الشريف، أجاب عليهم الإمام البخاري بأنه نعم هيجلس معاهم غدا في موضع كذا الساعة كذا، لأنه كان من عادات مجالس الإملاء في الحديث أنه بيتحدد لها وقت وزمان ومكان عشان يجتمع كل طلاب العلم للكتابة عن الشيخ. وفعلا لما جاء أو لما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء، حتى اجتمع يعني زي ما بيقول راوي القصة اجتمع أناس قريب من كذا ألف، أكتر من كذا ألف قاعدين قدام الإمام البخاري. فجلس أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري للإملاء وحدثهم بأحاديث ليست عنده، ما جات لهمش من الطرق بتاعت بلادهم. وحتى بيذكر يوسف ابن موسى راوي هذه القصة قائلا وأملى على المجلس على هذا النسق، يعني يقول كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم، الرواية اللي عندكم بتقول كذا، فأما رواية فلان فبتقول التي يعني يسوقها الإمام البخاري تقول كذا وهذه ليست عندكم. وهو حتى أظهر ليهم المنهج بتاعه، يعني حتى في مضمون هذه القصة اللي حاولنا نختصرها إنه بيقول لهم أنا شاب وأتيت إليكم لأعلمكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم طلبوا كده من الإمام البخاري، فقال لهم أنا حديكم من العلم ما ليس عندكم عشان يبقى فيه إفادة وينشر العلم. وده كمان بيوضح دقة الملاحظة ودقة المنهج عند الإمام البخاري. وتهافت الطلبة على مجالس العلوم أو علوم الحديث اللي كان بيقوم بيها الإمام البخاري يعني تكلم فيها الكثير، وده بيتوافق حتى مع ما ذكره وراقه محمد بن أبي حاتم وراق الإمام البخاري، وكان بيقول كان أهل المعرفة يعدون خلفه ويجروا ورا الإمام البخاري أول ما يشوفوه أو يعرفوا أنه موجود في طلب الحديث، ترى يعني يعلنوا عن هذا في المساجد فينبئوا أو يعلموا جميع البلدة بقدوم الإمام البخاري، تارة أخرى يمشي الإمام البخاري في الطريق فطلبة العلم يشوفوه أو يعرفوه يعدون خلفه في طلب يجروا وراه وهو ما زال شاب حتى يغلبوه على نفسه، يصروا عليه مش هنسيبك إلا لما تعلمنا، ويجلسوه حتى لو أجلسوه مش في المسجد ممكن يجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف من الطلبة أكثرهم ممن يكتب عنه. وكان شابا صغيرا وهو يعلم هذا العلم، لذلك كثر أتباعه وكثر مريد الإمام البخاري. حتى ذكر الإمام النووي وهو بيتكلم عن اللي خدوا منه وأسماء المشهورين اللي تلقوا وتتلمذوا على إيديه، وبعدين بيعلق بيقول وأما الآخذون عن البخاري فأكثر من أن يحصروا، صعب جدا نحصرهم لأن كان بيستمع إليه ألوف ألوف من طلبة الحديث. وعشان زمان ما كانش فيه المايكات أو الميكروفونات اللي ربما بتبلغ الصوت، كان بيبقى فيه من ضمن الجلوس مستملي الشيخ اللي بيقول الحديث وبيبقى ليه مواصفات معينة، يستمع إلى الشيخ وبعدين ينقل إلى الصفوف التي لم يبلغها الصوت. وهكذا نظم أهل الحديث طريقة إملاء الحديث ورواية الحديث، وفي نفس الوقت إنه ينتفع بهذه الرواية أكبر قدر من طلبة العلم. وما انتفعش بعلم البخاري بس طلبة الإمام البخاري، بل شملت كمان المنفعة شيوخ الإمام البخاري. وفي قصص كتير في الموضوع ده، كم الأحاديث التي قام بأنه يعل بعضها أو أنه يصحح بعض السند فيه أو أن يتكلم في بعض رجالها، كان بيعمل ده
مع شيوخه، وشيوخ الإمام البخاري كانوا يقدرونه ويجلونه، حتى قال الإمام البخاري نفسه: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. وده بيدل على إنه انتفع بعلمه مش بس تلامذة الإمام البخاري، وكذا أساتذة وأشياخ الإمام البخاري. وما نتعجبش لما نسمع ده عن الإمام البخاري، لا نتعجب ما يقوله الإمام البخاري، لأنه منفعته كانت عظيمة. لأنه هو من الملاحظ في السيرة الذاتية بتاعته أنه صغير السن وبدأ التعلم وهو صغير السن، فبالتالي بدأ يجلس مجلس التعليم وهو صغير، لأنه بدأ طريق العلم مبكر وهو لا يزال يعني صافي الذهن وتفرغ للعلم، لم ينشغل بغير العلم طيلة حياته. ابتدى العلم من هو صغير جدا، وابتدى الرحلات بتاعته في طلب الحديث وهو صغير جدا. وشفنا رحلاته اللي كانت جنب بخارى في الأقاليم المجاورة، وبعد كده يروح الشام والحجاز ومصر والعراق، وسافر قدر طاقته واستطاعته إلى كل الأمصار التي كان فيها أشياخ أجلاء يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ من علومهم. وهو ابتدى العمل ده من سن صغيرة، فما نتعجبش إن احنا نشوفه إنه يجلس مجلس العلم ومجلس التعليم مبكرا، لأنه تفرغ للعلم لم ينشغل بغير العلم طيلة حياته. فجلس الإمام البخاري للرواية وللتحديث بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال شابا حديث السن. فرحم الله تعالى شيخنا الجليل الفذ الإمام الحافظ الفقيه محمد ابن إسماعيل البخاري.